أمل تويب مديرة تنمية تأهيلية بنهاني بالمديرية الإقليمية عين سبع. نقدم اليوم نشاط أو لقاء تواصلي حول التوجيه المدرسي بحضور مجموعة من فعالية المجتمع المدني والأساتذة الجامعيين والطلبة ممثلي المعاهد العليا والجامعات ومختلف التخصصات حتى يتقاسموا تجربتهم الدراسية ومسارهم الدراسي مع التلاميذ ويعرفوا بأفاق الدراسية لما بعد البكالوريا. يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع المؤسسة الذي تشتغل عليه ثانوية بن هاني وهو التوجيه المدرسي، بحيث نقدم منذ بداية السنة أو منذ 2019 مجموعة من اللقاءات التواصلية والورشات حول التوجيه وتنمية قدرات المتعلمين وتنمية المشروع الشخصي لدى المتعلم حتى يحقق أهدافه ويختار أو يشق مساره الدراسي سواء خلال فترة التعليم الثانوي أو ما بعد البكالوريا. هذا عمار رئيس جمعية شعلة الشباب. انضمنا اليوم هذا اليوم التوجيهي بشراكة مع ثانوية بن هاني وأسوسياسيون ليدرز باش نساعدوا التلاميذ اللي في الثانوية في المسار التكويني والمهني ديالهم. دونك جبنا مجموعة من الخريجين المدارس والمعاهد والكليات العمومية والخاصة باش يشرحوا لهم المسار اللي دوزوا. هذا المسار اللي كان مختلف من متدخل الى اخر، يتميز بمجموعه من المراحل كسوا في التكوين ديالهم او في دخولهم لسوق الشغل. دونك هذا اللقاء كان اولي وبدايه ان شاء الله لمجموعه من اللقاءات التوجيهيه اللي غيحضروها ان شاء الله مجموعه من شخصيات اخرى. الهدف تاعها هو تنوير وتبسيط المفاهيم والمراحل واي حاجه تقدر تعاون هذا الجيل الصاعد في بناء المستقبل تاعو في المنحنيين التكويني والمهني. دونك بونجور ا توس، جو مو بريزونت، جو سوي مدام حنان عليوا، جو سوي بروفيسور يونيفرسيتير ا لينساد برشيد يونيفرسيتي حسن بروميير. دونك جو سوي اون بارتيسيبونت في هاد لو غران ايفينمون كي اورغانيزي بار لاسوسياسيون دي جون فلام دي جون. Voilà, j'ai apporté en fait le témoignage d'Eli personnel par rapport au parcours d'Eli pour la journée d'orientation. Awalan kan bghi nchkar had el jamiya dial chabab li khlat la flamme en fait bien éveillée chez les jeunes qui sont aujourd'hui en train de chercher leur orientation. بالنسبه للorientation, c'est pas une chose qui est facile. Hna f la période dialna on a galéré par rapport à l'orientation pour la simple raison ان l'information ma kanch moujouda. Donc ملي ما كتكونش موجوده الانفورماسيون كل واحد تيقول لك اللي بغا. دونك اون غاتي دي كونكور، اون غاتي با مال دو شوز. في الاخر بنادم راه تيمشي فين كتب له الله، مي غيست كو سي اون افي الانفورماسيون كانوا بزاف د الحوايج كانوا غيتبدلوا. دونك اوجوردي سي اون اي لا سي بور ابورتي اون فالور اجوتي لي جون بور لور مونتري ان تي بو لي باركور ديالنا وشنو هما لي شومان à faire pour arriver le même parcours, ou sinon moi également les chemins qui sont des raccourcis aujourd'hui qui peuvent nous faire gagner du temps pour arriver les mêmes objectifs. Donc les les études, mais il n'y a pas que les études. Surtout la génération elle est très spéciale. C'est une génération qui doit joindre l'utile à l'agréable. خاصك يكون عندها وي القرايه، مي خاصك يكون بجانب ديالها مسائل اللي كتنمي الشخصيه ديالهم وكتنمي غادي نقول لي كومبيتونس ديالهم، لي سوفت سكيلز، لي كومبيتونس ريلاسيونيل، العلاقات ديالهم مع الناس، كيفاش يخدموا اون جروب، كيفاش الا كان عنده مشكل ان كونفلي افيك ان كوليك كومون اي بو لو جيري انسي دو سويت. دونك جيسبر هاد التيمونياج ديالنا يكون جاب اون غراند فالور اجوتي بور لي ستوديون. وحنا تنبقاو بيان sûr on est disponible pour et pour les écoles d'Yenna, des établissements publics les Hnacharjin Mnoum, mais également pour les jeunes qui sont la relève d'Yenna, les Moulidatna, mais également qui vont être la relève d'Yenna pour demain. سعيدة بهذا اللقاء وبهذا
الالتفاته ديال هذه الجمعيه الجمعيه ديال شعلات الشباب اللي دارت هذه الالتفاته للتوجيه اللي كنعتبروا انا شيء مهم جدا لهاد الشباب لانهم ساكن تالفين باش يلقاو المدارس ولا الميادين فين غادي تكون لا كارير بروفيسيونيل ديالهم. هاد الجمعيه تبارك الله عليهم استضافتني كاستاذه وكاللي عندي تجربه كبيره مع الطلبه في التوجيه وخاصه في ميدان العمل سوق الشغل. اذا كنشوف حسب التجربه ديالي سوق الشغل شنو هما المتطلبات ديالو وجيت هنايا باش كنشارك مع هاد الجمعيه ومع هاد الطلبه وباش كنعطيهم حتى واحد شويه ديال لا موتيفاسيون باش يخدموا باش يديروا داكشي اللي هما تايقين فيه. واول حاجه هما انهم يثقوا في نفوسهم وعطيناهم نظره على سوق الشغل شنو هما المتطلبات ديالو. دونك هما بيان سور كل واحد عنده يدواف كونيتر زعما لا بيرسوناليتي ديالهم يدواف ترافايي سور سوا سا سي تري امبورطون. دونك المهم في هذا الشيء هذا كاع كله هو الطالب. حنا عندنا هو المركز ديال الاهتمام ديالنا. الا جينا حنا حيت حنا الطلبه وهاد الشباب كتهمنا. الا جينا حنا حيت هنا كنعرفوهم هما رجال الغد وخصهم خصنا كلنا يدا في يد كاساتذه كناس ديال ميادين الشغل كمسؤولين في الشركات كناس ديال الوزاره الموجهين كلهم اليد في اليد باش نعاونوا هاد الطلبه باش يديروا التوجيه الصحيح من اجل مغرب جيد ان شاء الله من اجل غد جيد ومغرب جيد.